بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، انتهينا في تفسير سورة الفرقان إلى قوله تعالى: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. يقول الشيخ أحمد شاكر في اختصاره لكلام الحافظ ابن كثير في معنى هذه الآيات: يخبر تعالى عن تعنت الكفار وعنادهم وتكذيبهم للحق بلا حجة ولا دليل منهم، وإنما تعللوا بقوله ما لهذا الرسول يأكل الطعام، يعنون كما نأكله ويحتاج إليه كما نحتاج، ويمشي في الأسواق أي يتردد إليها طلبا للكسب والتجارة، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. يقولون هل أنزل إليه ملك من عند الله فيكون له شاهدا على صدق ما يدعيه، وهذا كما قال فرعون: فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. كذلك قال هؤلاء على السواء تشابهت قلوبهم، ولهذا أيضا قالوا: أو يلقى إليه كنز، كنز ينفق منه، أو تكون له جنة يأكل منها أي تسير معه حيث صار، وهذا كله سهل يسير على الله، ولكن الحكمة في ترك ذلك وله الحجة البالغة. ثم أضافوا إلى ذلك يقول تعالى: وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. ثم قال تعالى: انظر كيف ضربوا لك الأمثال، أي جاءوا بما يقذفونك به ويكذبونك به ويكذبون به عليك من قولهم ساحر ومسحور مجنون كذاب شاعر، وكلها أقوال باطلة، كل أحد ممن له أدنى فهم وعقل يعرف كذبهم وافتراءهم في ذلك. ولهذا قال: فضلوا أي عن طريق الهدى فلا يستطيعون سبيلا. ثم قال تعالى مخبرا نبيه صلى الله عليه وسلم أنه لو شاء لأتاه خيرا مما يقولون في الدنيا وأفضل وأحسن، فقال تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. قال مجاهد: يعني في الدنيا. وقريش يسمون كل بيت من حجارة قصرا سواء كان كبيرا أو صغيرا. هذه الآيات ما زالت متصلة مع الآيات التي قبلها. وانظر هنا احنا بنقول الصورة بيبقى لها موضوع والترابط بيبقى عجيب جدا، ولكنه ليس على الطريقة العلمية الجافة، ممكن ده متروك للشروح، والقرآن يحتاج إلى شرح، السنة شرحته بدرجة من درجات الشرح، ثم جهود أهل العلم بعد ذلك، لكن القرآن كقرآن في أعلى إعجاز وأعلى بلاغة وبيان، المعاني كلها موجودة، محتاجة تأمل ومحتاجة علم الاستخراج. السورة افتتحت بقوله تبارك وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذير. طيب، فأول حاجة ايه؟ تبارك الذي نزل. المشركين بيقولوا ايه في دي؟ قال: واتخذوا من دونه آلهة. يعني بعد الآيتين اللي هم المقدمة والتمهيد راح بدأ قصاد كل عنصر من عناصر
جملة تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. طب هم لم ينزه الله تبارك وتعالى ولم يصفوه بصفات المدح كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولكن اتخذوا من دونه آله. طب الفرقان المنزل قالوا إن هذا إلا إفك افترى، وقالوا أساطير الأولين اكتتبه. طب والرسول يبقى إيه إذن الترتيب إنه يقولوا هم قالوا إيه كمان في الرسول، ويبقى ليكون للعالمين نذيرا. دي الفقرة اللي بعدها على طول، إن حتبص تلاقي الانتقال العجيب، وقلنا حسن الانتقال بل كذبوا بالساعة، ودي الآيات التي بعد ذلك. يبقى هنا الآيات بتتكلم على قولهم في عن قولهم في الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد ما تكلمت الآيات التي قبلها عن قولهم في الله عز وجل، ثم التي بعدها عن قولهم في القرآن، وحكت هذه الآيات أقوالهم بأبلغ وأوجز مما يقولون. أكيد هم ما كانوش بيقولوا هذا الكلام بهذا النسق القرآني، لأن احنا قلنا إن أقوالهم لما تيجي تقراها وسط القرآن هتلاقيها متسقة تماما في القراءة، والنظم القرآني له سر، سواء قلنا ان احنا عرفناه من عن طريق التتابع الحركات والسكنات بتتابع معين، او قلنا مش مدركين مغزاه، ولكن بندركه كسمع. وهذا الكلام صيق ايضا بالنسق القرآن، وصيق ايضا بنفس الطريقة التي صيقت حججهم في امر القرآن، بمعنى ان تكون الحكاية مش محتاجة لرد كتير. فكان ها هنا حكى الله تبارك تعالى ما اعترضوا به هم من انهم تعجبوا ان يكون رسول وفي ذات الوقت يأكل الطعام ويمشي في الاسواق، ثم اتى بعدها باقتراحهم ان ينزل عليه ملك، وكأن الاقتراح ده في حد ذاته يرد على الشبهة الأولانية، أرسل إليكم بشر من أنفسكم، فلا بد أن يكون بشرا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. فإذا كانت الشبهة الأولى شبهة ساقطة شكلا وموضوعا، ويبقى الاقتراح الثاني إن هم بيقترحوا إن هو يعني ينزل عليه ملك، فماذا كان سيفيدهم وماذا ستكون حجة ذلك الملك أنه ملك، ما دام ان ممكن كل حاجه يتقال عليها سحر ويتقال عليها اي حاجه من دي، الا ان يقال النظر في كما ذكرنا الفرق بين حال اصدق الاصدقين وحال اكذب الاكذبين، وان مدعي الرساله لا يخرج عن احدى هذين الحالين، فلينظروا في حال من يخاطبهم الى اي نوع ينتمي، ثم في عجزهم عن معارضه القران الذي اتى به، بدل ما يقترح حاجة تانية. هو أتى مؤيد بقرآن يقرأه هو بنفسه، ومع ذلك قيل ساحر وقيل مسحور، فلو أتى معه ملك لكان ادعاء السحر في ذلك أكبر. ثم أيضا اقترح آخر، إنه يكون يفتح له في الدنيا، أو من جنس خوارق العادات، يبقى ما يلقى إليه كنز. وانظر النظرة المادية المستغرقة، وأيضا التعبير القرآني هنا بيلقى، بمعنى ان هم اقترحوا ان يكون الأموال تنهمر عليه من السماء، في الحالة دي هم ممكن يصدقوا، مع ان الأمور دي مما يدخل فيها السحر لو كان الكلام، وان الهداية ليست بذلك وإنما ببيان الحق، وما الذي يحملهم على الحق لو أنهم عاندوا حتى لو أعطوا هذه الآية. فاقترحوا أنه يعطى من الأمور المادية التي لن تنفعهم كثيرا. أحد كبار المفكرين الذي ولد نصرانيا، ثم وكأنه استوقف أمور كثيرة في النصرانية وأراد أن يسلم، ولكن نظر إلى حال يعني ما يصنع هناك في من أسلم، بالذات في يعني العصور التي كانت تسمى بالعصور الوسطى أو بدايات عصر النهضة، فصار ملحدا. بقي عندهم رجل عظيم، طالما ملحد مش مشكلة،
هم ليسوا في خصومة مع الإلحاد. الحاجات العجيبة جدا، رجل أديب شهير جدا أوروبي اسمه برناند شو له كتاب عنوانه المسيح ليس مسيحيا، يقول أن كتاب الأناجيل والحاجة ابن اثنين، إما المسيح هو رجل ملحد فواخد راحته في الكلام، كلام نحن لا نقبله على عيسى عليه السلام، ولكن هو بيتكلم يقول إما أن يكون شخصية أسطورية فلا حاجة لنا في معرفة تاريخها، وإما أن يكون شخصية حقيقية. فإن كان شخصية حقيقية فنحن نتساءل لماذا حرمتنا الكنيسة من ذكر تعاليمه، وكيف تعامل مع مشكلات الحياة، وكيف واجه أعدائه، وما هي النصائح والوصايا التي تركها لأتباعه كما فعل المسلمون مع وصايا نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا اعتنت الكنيسة فقط بقصة أسطورية أرادت أن تصنع منها بطولة وفي واقع الأمر ليست بطولة، لأن في ثنايا القصة أنه كان بيفر من أعدائه حتى مع قدرته على تغيير المنكر، ويقول من ضربك على خدك الأيمن فأذن له خدك الأيسر إلى غير ذلك. الحاصل أن الرجل ده استوقفه جدا، أن أين لماذا ضيع، يقول إن كان هو نبي لازم يكون له كان له تعاليم، ولازم يكون كان قدم للناس مشكلات، حلول للمشكلات اللي هم فيها، ليه ضيعها أتباع عيسى عليه السلام، ولماذا لم يحفظوها كما حفظها أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. تركت لنا الكنيسة كلام عن معجزات إحياء الموتى وشفاء المرضى، وهو بيتكلم أيضا عليها بقدر من أنواع الاستخفاف بحكم كونه ملحد. نحن نؤمن هذه معجزات لعيسى عليه السلام، كأنه في النهاية بيقول ماذا تفيدني أنا الآن أن رجلا في قرية كذا في فلسطين قد أقامه عيسى عليه السلام من قبل. وده الجزء ده قدر من الحق، أن المعجزات المادية تنقضي بانقضاء زمانها، فين أين ماذا سأستفيده أنا الآن إن دخلت في هذا الدين وإن اتبعت ذلك الدين. في نفس الأمر يقول طيب القصص دي كم واحد صبر يقراها مرة من أولها لغاية آخرها مرة واحدة؟ يقول أنا سألت كل اللي أعرفهم، حد منهم أرى الكتاب المقدس من أوله لغاية آخره؟ قالوا لي لا. يقول مرة واحدة. يقول طب ليه المسلمين بيقروا القرآن مرارا وتكرارا؟ يقول هتقولوا لي لأن القرآن أسلوبه عذب. يقول لا مش هي دي بس، لأن قارئ القرآن بيجد في القرآن إجابة على أسئلة كتير، لكن اللي كتبوا الأناجيل حرمونا من أن هم يدونا إجابة عن هذه الأسئلة. المهم ده رجل يعني كاد أن يسلم لولا أنه قعدت به همته وأراد أن يظل في قومه أديبا المعيا ملحدا لا بأس، لأنهم يقبلون الملحدين وإن كانوا يعاندون أهل الإسلام. ولكن وقف عند أمور في غاية الأهمية، أمور أن المعجزات الحسية تنقضي بانقضاء زمانها. إذا كان ده مناسب للأنبياء اللي كانوا بيتعاقبوا، ده كان ممكن يبقى الزمان الواحد فيه أكثر من نبي، وبالتالي إذا انقضت المعجزة أتت معجزة أخرى وهكذا، ولكن النبي الخاتم لابد أن تكون معجزته غير مرتبطة بالحس فقط. اقترح الناس دول هذه المعجزات مع أن المعجزة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم كانت أبلغ وأفضل في حقهم، بالإضافة إلى معجزات حسية أخرى وإن لم تأتي بناء على طلبه، ده أمر في غاية الأهمية. ثم هنا ننتبه برضو دايما أي لفظ لابد يكون له زيادة في المعنى. يعني احنا قلنا ان القرآن لما جي يحكي أقوال هؤلاء القوم في الإلهية قال واتخذوا، واختصر ذكر القوم لأن معروفين هم مين، فلما جي ينتقل إلى الكلام على أقوالهم في القرآن قال وقال الذين كفروا، فقلنا أن ده تنبيه للانتقال لموضوع آخر، وموضوع في أخذ ورد وليس مجرد تقرير واقع. ثم قال وقالوا ما لهذا الرسول، يبقى هم قالوا عن القرآن وقالوا عن الرسول. ثم قال وقال الظالمون، ما ممكن حد يقول طب ما كان يقول وقالوا، يبقى هنا انتقلنا. هنا لو تلاحظ هتلاقي حصل انتقال من الاقتراحات
ما بيقترح يعني ممكن يصدقوا سايبين الباب موارب، ممكن يصدقوا بالرسول صلى الله عليه وسلم لو أنزل إليه ملك أو ألقي إليه كنز أو نحو ذلك. لكن لما جاء الطعن الصريح المباشر فكرر القول بوصف الظلم، يبقى هنا الأمر يقتضي تغيير في السياق وإبراز إن هذا من أظلم ما يقولون، لأن حصل انتقال في حكاية أقوالهم من الاقتراحات إلى الطعن. عشان كده قال وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. حكاية الأقوال دي من أول وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراء لغاية هذه الآية، ترتيبها بالسياق ده يخلي بعضها يرد على بعض. عشان كده يكفي في ردها جميعا إن هو يقول انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضل، لأن شوية كان الرسول عندهم يستطيع أن يتخذ أعوانا ويجعلهم يعينوه على أن يفتري على الله الكذب، يبقى إذن ممكن وعنده أعوان، أين هم؟ لا إجابة. ثم أكثر من ذلك ده الأعوان مش بيألفوا فقط، ده بينقلوا عن أساطير الأولين، يروحوا يشوفوا هي فين في بلاد فارس وبلاد الروم ويجمعوا الأساطير دي كلها ويكتبوها وييجوا يقولوها له ليل ونهار لغاية ما يحفظها عشان يخرج في الآخر لقومه رجلا فرضا يتلو عليهم من حفظه أساطير الأولين التي أرسل من يكتبها له ثم من يمليها عليه ويحفظه إياه. وفي نفس الوقت بيقولوا لا ده ضعيف وعاجز، وإزاي بيأكل الطعام ويمشي في الأسواق ومحتاج إلى الكسب. يبقى ترتيب هذه الشبهات عند المتأمل يعرف إن خلاص مش محتاجة إجابة، ده نوع من الخبط والتخبط مش عارفين يقولوا إيه. فكان هذا السياق في حد ذاته كافي في الرد، إن هم انتقلوا من إن هم ينسبوا إليه قدرات عجيبة جدا إنه عنده أعوان والأعوان دول محدش عارف هم فين وبيجيبوا الكتابات ويلقوها عليه إلى آخر الكلام ده، لأن هم نفسهم اللي بيقولوا لا ده والله المشكلة الوحيدة إنه بيأكل الطعام ويمشي في الأسواق. طب ما لو كان معاه كنز، لو كان معاه، طب ما أنتوا بتقولوا معاه أعوان مستترين يعني. فإذا ده يدل إن هم لا يثبتون على قول، ما عندهمش عقيدة ثابتة، عايزين يردوا الكلام بأي صورة من الصور. قال انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيل. ثم قال تبارك، السورة افتتحت بإيه؟ بتبارك، ثناء على الله تبارك وتعالى. هنا ده من ألطف أنواع الربط في الكلام، إن تبقى فيه كلمة بتتكرر فتذكرك بإن الكلام مرتبط أوله بآخر. وقلنا الكلمة دي في حد ذاتها هي في النطق سلسة وعذبة، وهي في المعنى ثناء على الله تبارك وتعالى، وغير أنها ثناء معناها إيه؟ تبارك أي الذي تأتي من عنده البركات. أعظم هذه البركات إنزال القرآن، ومع هذا هؤلاء يطلبون أمور أخر قد تكون من البركات ولكنها دون ذلك، فكيف يحصل هذا؟ قال تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار إن شاء. ولكنه لن يجيبهم إلى ذلك لكي يضطروا إلى التفكر في القرآن الذي نزل إليهم. قال ويجعل لك قصورا، ودي قرأت ويجعل تبقى معطوفة على جعل وتبقى في جواب الشرط، يعني إن شاء، وهو لم يشأ أن يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم جنات تجري من تحتها الأنهار وقصور، وعلى وقرأت بالرفع ويجعل لك قصورا يعني ستكون لك قصور يعني. وهنا بتأتي جزئية لطيفة جدا في مسألة تعدد القراءات في الآية الواحدة، وكيف تكون كل قراءة تفيد معنى كأنهم أيتين.
وده من أدق معاني البلاغة، إن يبقى الجملة كلها بنفس بنيتها، لما تغير فيها حركة أو تغير فيها حرف تديك معنى تاني صحيح، ويبقى دول في المعنى كالآيتين. المعنى ده نقف عنده ونستكمله في المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.